مرحبا بكم أصدقائي. اليوم سنرى في هذا الفيديو رفليكسيون سامبل. بحيث رفليكسيون سامبل غنشوفو فيها رفليكسيون سامبل بور اون سيكسيون ريكتانغيلار اي بور اون سيكسيون اون تي. بحيث غنشوفو فيه سي كوا اون فليكسيون سامبل اي سي كوا اون فليكسيون كومبوزي. بحيث كومون كالكولي لي فيراياج دون بوتر اون ريكتانغيلار اي اون تي. وغنشوفو لو ديمونسيونمون ديال لا بوتر اكسيتيرا ان شاء الله. هنا كنسالو سي كوا اون فليكسيون سامبل. بحيت غناخدو اون بوتر افيك سي زابوي ديالها. دونك اون بوتر افيك سي زابوي ديالها بحيت غتكون شارجي. هذا هو الكا العام اللي كنشوفوه دون لي باتيمون دون لي كونستركسيون. بحيت لا بوتر اللي عليها اون شارج ريبارتي. بحيث هاد لا شارج ريبارتي كتجينا من لا دار, وكل دالة كتعطينا نسبة من لا شارج. كل دالة كتعطينا نسبة من لا شارج حسب لو تيب دو حسب التيب ديال لا دال. بحيث هاد لا بودغ غتاخد هاد لا شارج, بحيث هاد لا بودغ غتاخد واحد النسبة ديال لا شارج. بحيث النص ديال لا شارج غتمشي لنا فهاد لو بوطو, وبحيت النص الاخر ديال لا شارج غيمشي لنا لو بوطو الاخر. بحيت عندنا هاد لا بودغ ملي كتكون عليها واحد لا شارج ريبارتي, بحيت هاد لا شارج ريبارتي كيتجعلنا واحد انفليكسيون. هاد لا فليكسيون بشكل عام هي لا فليكسيون سامبل. بحيت لا كانت عندنا اون بودغ كي شارجي كي شارجي كينتج عليها واحد لا شارج, وكينتج عليه واحد انفليكسيون, وهذه هي لا فليكسيون سامبل. دونك هنا عندنا هاد لا بودغ افيك سي زابوي ديالها, اذا على واحد لا شارج ريبارتي. قلنا هاد لا شارج ريبارتي على هاد لا بودغ على لا بودغ كينتج عليه واحد لا فليكسيون, كنتج عليها واحد لافليكسيون. ولكن نفترضوا ان هاد لا بودغ اللي عندنا دابا عليها واحد لو مومون. اذا قلنا كاين انفليكسيون وتزاد لينا واحد لو مومون, هنا كنستنتجوا انه اللي هي ان مومون اللي هي ان فور نورمال بلس ان مومون. هاد لو مومون هذا كينتج عليه انه سي اون فليكسيون كي كومبوزي, سي اون فليكسيون كومبوزي. هذا غنشوفوه من بعد, ولكن هنا غنشوفو لو كال عام لي في هاد الفيديوهات الجايين. غنشوفو لو كال عام ولا فليكسيون سامبل, ومن بعد غنشوفو كومبوزي باذن الله. ميرسي دو فوتر اتونسيون. شكرا اصدقائي على المشاهده.